إن كنت أحب له أن يعلمهم وأن يمرنهم على طول القراءة، يعني لا يأتيهم فيبغتهم بها وهم قد ألفوا. ذكرت لكم مرة أن ما لقيته في بعض المساجد المسلمين في بعض بلاد المسلمين، لا أقول من تخفيف القراءة لكن من تطهيرها، يعني شيء ما تقول الله أكبر، يعني ما تطمئن ستسمع القرآن إلا الله أكبر تركع شيء. فإذا أتيت هؤلاء الذين صار لهم العام والعامان والثلاث وهم يصلون هكذا، فتجي أنت ويقدم الشيخ فلان الله مرحبا تقدم صلي بنا، فتصلي بهم بسورة المؤمنون، أحسب أنك ستلتفت لن تجد أحدا إلا هذه السواري، إذا لم تذهب السواري أيضا. فيعني هذا، لكن أحب من الأئمة أن يمرنوا من وراءهم على اتباع السنة. والسنة يعني شوف، وهذا كله تمرين، لا تحسب أن الصبر على القراءة هذا بقوة عضلات، وأن هذا الذي يذهب لنفخ عضلاته هذا يكون أقوى على، لا، ما عند هذا الشيء علاقة بقوة العضلات. والله أنا أذكر وأنا يعني في عمرك أنت وفي سهرميلك أحسب أنه مثلك، وكنا نصلي التراويح ونحن كما ذكرت لكم في المغرب لابد أن نقرأ حزبا في 8 ركعات، هو هذا الحزب يعني تقرأ في كل ركعة بما نسميه نحن في اصطلاحنا ثمنا، ثمن هو نصف الربع، هذا مفروض أنه يعني ما شيء يعني ما. لكن أنت في رمضان وتشرب الحريرة وتأكل البيض وتأكل الشاي وتشرب القهوة وتذهب منتفخ، لا أقول لك منتفخ البطن، أنت تنتفخ أوداجك من شدة امتلائك، فذاك الثمن يظهر كأنه حزب أو جزء. وأنا صغير ويصلي بجانبي رجل كبير مسن، ما إن يسلم الإمام حتى يقوم، أنا أستحي، أنا أحب أن أترك الإمام يقرأ، يعني يمشي حتى يقرب يركع ثم أقوم، لا تطول القيام، وأستحي من ذلك فأقوم استحياء من الذي بجانبي لأنه مسن. وأيقنت أن القضية لا علاقة لها بقوة جسم لكن بقوة ما بين الأضلاع من هذه النفس التي لا تأبى إلا أن تكون سباقة للتقرب إلى الله والازدلاف إليه. وهذا يذكرني بقول الشافعي رحمه الله، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هكذا كان يصنع ذلك الرجل. وأعظم منه ما سمعت رجلا من علماء المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته يقول إن امرأة عجوزا كبيرة بعثت إليه بسؤال تقول له إني كانت لي عادة في قيام الليل، عادة أقرأ يعني قدرا ما من القرآن، وعادة هذه بيني وبين الله، والآن أنا كبرت وتقدمت بي السن ولم أعد أطيق ما كنت أطيقه، فلا أستطيع الآن إلا أن أقوم بحزب في كل ركعة، هل يجزئني ذلك؟ هذه امرأة عجوز مسن في حال ضعفها تسأل عما لا نفعله نحن، ونحن الشباب ولا الرجال ولا الفحول ولا قضية ما عندها علاقة به، ولكنه تمرين. عندما يقول الجزري رحمه الله في قضية قواعد التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، كذلك ليس بينك وبين طول القيام إلا أن تروض نفسك عليه. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ما أحسن الصلاة وما خير الصلاة، قال طول القيام، وفي رواية طول القنوت، فهذا طول القيام من مما يحبه ربنا عز وجل من المصلي، لأنك تتلو كلامه وأنت لست يعني ليس ذاك كلام كأنه نار تحرقك في لسانك تحب أن تتفك عنه بسرعة، لا، هو كلام تلتذ بتلاوته، ويحب ربنا منك أن ترتل كلامه ترتيلا. فإنهم كانوا يقولون إنه لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه سبحانه.